تتواصل التدابير الوقائية الاحترازية في مدينة المكلا كبرى مدن محافظة حضرموت خشية أن يحدث أي ظهور لفيروس كورونا المستجد المعروف علميا بكوفيد-19. هذا العامل الصحي هو واحد من أفراد طواقم فرق الرش الوبائي الذين يجوبون شوارع المدينة وتجمعاتها السكانية لرشها بالمطهرات والمواد المعقمة كإجراء أولي احترازي يؤمل أن يسهم في القضاء على أي مرض أو عدوى قد ربما تسربت إلى المدينة عبر الوافدين إليها. أريد أن أقول بوضوح صريح العبارة، أمامنا فرصة، أما أن نساعد أنفسنا ونساعد أخواننا ومواطنينا، وأما أن نقف نتفرج. المؤسسات الحكومية والمرافق الخدمية كالأسواق المركزية الرئيسية التي غالباً ما تكون وجهة يومية لأعداد كبيرة من المواطنين، هي أيضاً تمت عمليات تعقيمها باستخدام خليط سائل من المياه الممزوجة بمادة الكلور المخفف. في المكلا تعمل حالياً 10 فرق تقريباً تقوم بأنشطة الرش والتعقيم بشكل يومي لفترتين في الصباح وفي المساء. الأسواق يتم التعقيم فيها بشكل يومي، في بعض المستشفيات يتم التعقيم يوم بعد يوم، في بعض المرافق الحكومية تم الخروج لها وتغطية عملها. حملات الرش الوقائية ترافقت وبدأ قيام وحدات من الجيش بالانتشار في الشوارع وساحات الأماكن العامة بهدف فض أي تجمعات بشرية وإخلاء شواطئ البحر من مرتاديها، وذلك في وقت تستعد فيه السلطات لفرض حالة حظر التجوال الجزئي من 4 عصرا وحتى 4 فجرا تحسبا لانتشار الوباء. مثلا سوق الصيد او مثلا سوبر ماركتات او هكذا، هذه تتطلب الناس تاخذ منها اشياء، ولكن يجب ان تنظم على الاقل في طوابير. الجانب الامني موجود، الجانب الصحي موجود، الرش موجود. وفي ظل هذه التدابير والاحترازات تبرز للسطح تساؤلات حول مدى الجدوى منها، في ظل الحديث عن وجود خروقات يحدثها استمرار قدوم مسافرين عبر بعض المنافذ دون اتخاذ أي من الإجراءات الاحترازية كالحجر الصحي، في إشارة إلى سائقي شاحنات النقل التجاري التي تأتي بعضها من دول سجل الوباء القاتل حضوره فيها. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا.